بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. وجمعة مهدوية مباركة. بعد عصر اليوم يوم الجمعة الله سبحانه وتعالى يقضي لك 100,000 حاجة إذا قرأت هذا الدعاء القصير. الله سبحانه وتعالى يقضي لك بعد العصر من يوم الجمعة اليوم 100,000 حاجة. الضامن من؟ الإمام الباقر عليه السلام. تثق بمن؟ أكيد تثق بقول الإمام الباقر عليه السلام الذي لا خلف فيه ولا مبالغ فيه أبدا، إنما هو الواقع. قال سيدنا ومولانا الباقر عليه السلام: من قال بعد العصر يوم الجمعة اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك عليه وعليهم السلام وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته، قضى الله له 100,000 حاجة. وكرر الدعاء: اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك عليه وعليهم السلام وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته، قضى الله سبحانه وتعالى لك 100,000 حاجة. لا تفوت الفرصة، لا تنسى. هسه من 100,000 حاجة لو كان في قلبك على الأقل 10 حوائج فإذا 100% سوف تقضى. هسه ليس 100,000 حاجة، ربما بعض الحوائج فيها حكمة وفيها تأخير وفيها مصلحة، بس على الأقل فد 10 حوائج 100% مقضية إن شاء الله تعالى. فجرب ولا تشك. برنامج صباحات والأيامين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.